كنت بتكلم مع حضراتكم منذ لحظات على بطولة دوري السوبر الأفريقي أو أفريكان ليج زي ما انفنتينو عايز يسميها، يعني في كل أحوال المسمى ده هنعرفه لما البطولة تبدأ، بس المسمى إيه؟ مبدئيا كده دوري السوبر الأفريقي، ونفهم أكتر مع زميلنا المميز دائما طارق طلعت مدير تحرير موقع كورة بلس. يا طارق مشرف ومنور. أهلا بيك يا كريم وأهلا بسادة المشاهدين. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. قول لي بقى احنا واقفين فين في موضوع دوري السوبر الافريقي ده، هيبقى هتتلعب امتى، هيبقى كام فريق؟ انا فاهم في شويه تفاصيل معروفه بس بعض الناس مش عارفينها برضو، والاهم بالنسبه لي هتقام بشكل مجمع في مكان واحد في بلد واحده ولا هتتلعب في بلاد مختلفه؟ بص يا كريم، هو لحد دلوقتي الكاف مصر ان الغموض يبقى محيط بكل حاجه متعلقه بالبطوله دي. يعني طبعا انت عرفت ان هو انفانتينو اعلن بشكل رسمي في الجلسه العامه للكاف يوم الخميس اللي فات ان البطوله هتنطلق يوم 20 اكتوبر. 20 اكتوبر احنا بنتكلم خلاص تقريبا في يعني ما يقرب من 3 شهور، ولسه في حاجات كتير مش واضحه بخصوص البطوله. لكن الكاف بنقدر نقرا من تحركاته او من الطريقه اللي هو بيفكر فيها ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل فيما يخص بطوله السوبر ليج او الدوري الافريقي بالمسمى الجديد. النهارده الكاف مصدر في لجنه المسابقات اكد ان هم في مشاورات واتصالات بينهم وبين اللجان المختصه في الاتحاد الافريقي على اساس ان هم يخاطبوا الاتحادات الاهليه في القاره ان هم يدوا ميزه للفرق المشاركه في السوبر ليج الافريقي ان هي ما تلعبش مباريات محليه اثناء البطوله. قرار يبان ان هو او اجتماع يبان ان هو منطقي او لوجيك، لكن من بين السطور يا كريم نقدر نقرا ان طالما الكاف بيفكر في الطريقه دي فهي هتبقى بنظام البطوله المجمعه، يعني لان لو هي ذهاب واياب او ماتشات مثلا تقام على فترات متباعده ما اظنش ان الكاف هيخاطب الاتحادات الاهليه بحيث ان هو يدي امتياز للانديه المشاركه ان هي ما تلعبش ماتشات محليه. فعشان كده من بين السطور نقرا ان البطوله دي هتكون بنظام المجمع. طب يا كريم ايه اللي يعزز فكره ان البطوله دي تقام بنظام المجمع؟ طبعا انت عارف ان البطوله من اول لما بدات كفكره واستمرار تطورها والكلام ده كله في مشاكل متعلقه بالبادجت اللي هيتصرف عليها، بالميزانيه، بالاعلانات، بالسبونسرز كده. ففكره ان البطوله تقام في مكان واحد، الكاف شايف ان هو يعني اختيار مطروح على الطاوله، بالعكس ان هو مش مطروح بس، لا ده مطروح ومقبول لسبب ان هي هتبقى المده قصيره، هيوفر تكاليف خاصه بالنقل لو الاهلي راح يلعب في تونس او الاهلي راح يلعب في جنوب افريقيا. طيب فلو البطوله طيب انا دي مفهومه، هل فعلا هتقام في تنزانيا؟ فعلا يا كريم، بدا تلميحات من موتسيبي ان هو بيفكر ان البطوله تقام في تنزانيا على اساس يعني تنزانيا تعتبر وجه جديد ان هي تستضيف البطوله، بالاضافه الى ان الحضور الجماهيري طبعا سيمبا متوقع ان هو طبعا يكون من الفرق المشاركه، هيبقى حضور جماهيري قوي من جانب جمهور سيمبا وحضور جماهيري كمان من جمهور يانج افريكانز للفرق اللي هي منافسه لسيمبا. فهم هيضمنوا ان في حضور جمهوري كويس في البطوله. الملاعب بقى والحاجات دي هتبقى مؤهله؟ يعني انت بتتكلم انت الكاف، انت المفروض بقى بتقدم بطولتك، البطوله اللي اسمها دوري السوبر الافريقي، فانت محتاج تطلع بافضل صوره ممكنه للسبونسرز كمان. انا عارف ان سبونسر شركه ايطاليه وانت المفروض ان البطوله دي داخل للكاف فيها فلوس محترمه، هل الصوره هتطلع كويسه؟ الملاعب هتبقى مؤهله؟ بص يا كريم، يعني انا وجهه نظري ان هم ما فكروش في النقطه دي، هو كل التفكير في الكاف دلوقتي ان اول نسخه من البطوله تتلعب وتخلص علشان يكون بمثابه شهاده ميلاد للبطوله اللي الناس كلها مستنينها حتى في اوروبا، لان انت الفتره اللي فاتت شهدت مناوشات طبعا من موتيبي ان هو قرر ان هو يغير اسم البطوله
على اساس ان هي بسبب التحركات اللي كانت في اوروبا واللي خلت سمعه البطوله مش كويسه. طبعا طارق، هل عندك معلومه ليه تم اختيار تنزانيا لاستضافه هذه، يعني بشكل مبدئي استضافه هذه البطوله المجمعه؟ ليه مش المغرب؟ ليه مش مصر؟ طبعا هو كان المغرب دي كان المغرب كانت مقترح يعني. المغرب كانت مقترح، بس كانت مقترح بمثابه زي مقترح طوارئ، ان لو ما فيش دوله قادره على الاستضافه فالمغرب هتكون جاهزه يعني كعاده الاحداث اللي هي نظمتها. لكن بدات اصوات داخل المكتب التنفيذي تطالب بوجه جديد يستضيف البطوله، وفعلا يعني مسؤولين اتحاد الكره في تنزانيا ابدوا موافقه مبدئيه ان هم ليه لا ما يستضيفوش البطوله. وكان في ترحيب من جانب موتسيبي. طيب طارق، البطوله هتقام، بما انها هتقام مجمعه، هتقام بنظام مجموعتين ولا ايضا من دور الثمانيه ذهاب واياب، ولا ذهاب بس؟ يعني هيبقى النظام عامل ازاي بما انها مجمعه؟ النقطة دي يا كريم اللي احنا هنتكلم فيه على توقعات بنقراها بين السطور، لان لسه ما فيش معلومة. انا وجهة نظري ان هي هتقام بنظام المجموعات، مجموعتين. وده منطقي اكتر، يعني بما انك انت مش هتلعب ذهاب واياب فمنطقي انك تعملها مجموعتين، منطقي جدا. وهي كمان فكرة ان هي مجموعتين، انا برضو شايف ان هي هتبقى اكثر اثارة، يعني بطولة مجمعة زي ما منطقي. طيب طارق، من ناحيه تانية خالص، كاس السوبر الافريقي بقى هيتلعب امتى؟ ميعاده هيبقى امتى؟ لجنه المسابقات يا كريم في الاتحاد الافريقي بدات الفتره اللي فاتت، يعني مثلا الايام اللي فاتت نقدر نقول اخر اسبوعين، ان هم يعيدوا جدوله اجنده المواعيد. فحصل طبعا تغييرات كان من ضمنها ميعاد ماتش السوبر. المعلومه المؤكده ان هو بدا يعني مخاطبات بين مسؤولين في الكاف بشكل غير رسمي مع مسؤولين الطرفين السوبر، ان البطوله ستقام يوم 1 سبتمبر. لكن دون الاستقرار حتى الان على مكان اقامه المباراه. بس هو الطبيعي، او يعني فيما كان يحدث في السابق، ان بطل دوري ابطال افريقيا اللي هو النادي الاهلي في هذه الحاله هو اللي يستضيف هذه المباراه. دي اللائحه يا كريم. دي اللائحه اللي هم لو الكاف تعذر اي حاجه هيلجا للائحه. لكن الكاف في انتظار اي راعي او اي استضافه للمباراه تدخل مداخل للكاف وتخلي شكل الماتش احسن، وقتها ممكن يعني يتم التغاضي عن اللائحه ونقل المباراه خارج القاره. صحيح. الزميل العزيز طارق طلعت، مدير تحليل موقع كوره بلس، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، مداخله مهمة كالعادة.